مقاييس التساقطات المطرية في 24 ساعة بالمغرب. مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة 6 من صباح السبت إلى غاية الساعة 6 من صباح الأحد: الجديدة 8 مليمترات، الدار البيضاء 7 مليمترات، القنيطرة 5 مليمترات، الرباط سلا 4 مليمترات، المحمدية النواصر وأسفي 3 مليمترات، العرائش وسطات مليمتران، بن سليمان 1.6 مليمترا، شفشاون مليمتر واحد، مكناس أقل من مليمتر.